الاهلي، لكن بخصوص الدوري المصري يا فارس، ودي الرساله اللي احنا بقى عايزين نوصلها للناس. عاده الناس في كل دوري بتطلع بحجه معينه، كل مره نطلع بوكاله الاهرام، مفيش وكاله الاهرام فنطلع بلعيب الاسماعيلي، مفيش لعيب الاسماعيلي فنطلع بالتحكيم ومساعدات التحكيميه. يا جماعه متغيرات كتير بتحصل والقاعده واحده، الاهلي هو بطل الدوري. لو كل فريق خسر دوري وبدا يفكر اسباب خساره الدوري دي ايه غير الاسباب اللي بيتم، انا من وجهه نظري شماعات، وارد جدا نلاقي منافس قوي للنادي الاهلي، على عكس اللي احنا بنشوفه حاليا ان الدوري محسوم قبلها بسبع اسابيع فارس، والنادي الاهلي زي ما بيقول بينافس نفسه في كل مسابقات الدوري تاريخيا. عشان اللي انت قلته يا اسامه، لما في 2015 لما انت بتفقد بطوله الدوري قدرت بسرعه تعالج الاسباب لانك ما وقفتش عند مؤامره، وعلى فكره كنا بنرصد ان في اخطاء تحكيميه بس ما وقفتش ان دي بس المشكله وحليت المشكله الحقيقيه. عشان كده النادي الاهلي بيعرف ازاي يعدل اوضاعه ويرجع لمكانته اللي هو معتاد دايما يكون فيها. بس كمان الدوري ده ما كان ليستكمل الا عشان كان فيه اراده اولا للدوله المصريه ان الدوري ده يكمل، واشخاص كتير جدا بنشكرهم. وعلى فكره لازم من المنبر ده اوجه الشكر لكابتن احمد شوبير. البعض يعتقد ان كابتن احمد شوبير خدم النادي الاهلي، ولكن لا، انا احترم الشخص اللي ما عنده اتصال في مواقفه. نفتكر يا اسامه قبل كده كابتن احمد 2012 و2013 كان بيقود حملات ان الدوري يرجع، كابتن شوبير قطع السلطه على الهواء. يعني فكره الراجل عنده مبدا، اي حد بيشوف انه ساعه فيما يخص النادي الاهلي ده مش حقيقي. كابتن احمد شوبير كان من اول لحظه مع عوده النشاط وهو اللي كان مع توجه الدوله المصريه، وعشان كده محتاجين نشوف تصريح كان مهم في وقت صعب جدا كان من الممكن ان البطوله تفسد فيه لولا المسؤولين اللي كان عندهم قرار واضح وصريح. نطلع ونشوف تصريح السيد الوزير اشرف صبحي. هل هنا احنا دي تفصيله زياده شويه، احنا بنتكلم على ان القرار في تفصيله انه ده استئناف لبطوله الدوري التي لم تستأنف، ولا ملوش علاقه القرار باستئناف البطوله او بدء بطوله جديده؟ افهم برضو من حضرتك. لا احنا بنقول استئناف الدوري، هو في دوري هيبدا من جديد 25/7. تمام، يعني ده استئناف لبطوله الدوري اللي طبقا لدراسه اللجنه الحكوميه ولجنه اتحاد الكوره ودراستنا وقرار مجلس الاوضه. ارادتين كانوا عند السيد الوزير، الاولى هي استكمال المسابقه وعوده النشاط، والاهم التاكيد على استئناف الدوري ده. الموضوع ما كانش له علاقه بان النادي الاهلي كان متصدر، ولكن له علاقه بفهم طبيعه التسويق وفهم طبيعه الرعاه، وانك انت تضحي بدوري او ان انت تقول انا مش هستكمله وهبدا مسابقه جديده، ده معناها خسائر ماليه ومستحقات كانت يعني مرتبطة بالموسم اللي انت مش هتستكمله. وهنا كان في رؤية اقتصادية كاملة من السيد الوزير، رئاسة الوزراء بالكامل، وده اللي تنفذ، وده اللي بنأكد فيه في اليوم ده ان ارادة الدولة باستكمال المسابقة لولاها كان حاجات كتيرة جدا ما تحققش، وهي اللي وقفتنا النهاردة على رجلينا بسمها في حاجات كتير في الاندية حتى اللي بتلعب في افريقيا. بص يا فارس، هو الطبيعي في كل العالم حصل كورونا في كل دول العالم، اللي حصل ايه؟ بعض الدول وده عددهم قليل جدا هم اللي لغوا الموسم وحددوا كمان مين البطل، والبعض اللي كان الموسم فيه تنافس قريب جدا بين فريقين او اكتر خلاص لغوا الموسم. لكن الطبيعه او معظم الدول كلها استكملت النشاط. البعض كان بيردد ان فكره رئاسه الوزراء او وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كانوا بيتكلموا عن عوده النشاط دون عن عوده او استكمال مسابقه الدوري، لكن دي تصريحات بتؤكد ان الموضوع كان استكمال الانشطه زي ما فارس قال عشان الامور الاقتصاديه. لكن لو كنا بقى سيبنا الامر للجنه الخماسيه بقياده الاستاذ عمرو الجنايني كان ايه اللي ممكن يحصل؟ نعقب بعد ما نشوف الفيديو ده. هلعب ماتشين في الاسبوع، فانا ما اقدرش ازنق اكتر من كده. وخلاص ما اقدرش برضو. نعم خلينا نستنى قرار الدوله وقرار دوله رئيس الوزراء هيطلع ايه ونشوف هنقدر نزنق او مش هنقدر نزنق. لكن برضو لا يخفى على احد، برضو انا بقولها ان شاء الله الكاس هيتلعب، الكاس ما عنديش مشكله، الكاس هيتلعب. ما هو برضو السؤال هنا يا استاذ عمرو، ده اللي انا كنت بنتقد فيه قبل حضرتك تدخل معايا على الهواء، ما هو برضو ما هي صحه المواطن في الكاس او صحه اللعيبه في الكاس زي صحه اللعيبه في الدوري، ايا كان بقى دول 9 ماتشات ودول 147 مباراه، ما هي نفس القصه. الله ينور عليك. الريسك يا فندم بتاع 9 ماتشات غير الريسك بتاع 147. موافقك يا فندم، بس كده كده في ريسك ولو بني ادم واحد اتصاب. طبعا كده كده في ريسك. على فكره انا لو رجعت، حتى لو حطينا كل الاحتياطات بتاعتنا
الفيفا ووزاره الصحه واتحاد الكوره واللجنه الطبيه والكلام ده كله في ريسك علشان لا يخفى على احد طبعا طبعا هذا الكلام طبعا. لكن احنا النهارده بنقول الحياه لازم تعود. طبعا الفكره كلها كان ان الكاس يرجع، وطبعا الكاس يرجع لامور تخص اللائحه اللي بتنفذها اللجنه الخماسيه، لكن بطوله الدوري هيبقى الامور صعب. طب الريسك موجود في مباريات الكاس، اصل هم 9 مباريات. ده كان توجه الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد كره القدم. وطبعا زي ما شايفين كابتن احمد شوبير كان على طول في ردود مقنعه جدا ان زي ما في ريسك هنا في ريسك هنا، ليه ما العب هنا وليه ما العبش هنا. وطبعا الاستاذ عمرو الجنايني وصل لفعلا ان الريسك متواجد وهيكون الريسك متواجد، ولكن كان التوجه هو لاعب بطولة الكاس. فهنا رسالة للأستاذ عمرو الجنايني اللي طبعا بنكن ليه التقدير والاحترام، ولكن هو قبل ما يتولى منصبه كان دايما بخفة ظل كده بيتكلم عن بطولات النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي بيحقق البطولات. أعتقد شهادة تاريخية وجودك رئيس اللجنة الخماسية والنادي الأهلي بيحقق الدوري بأرقام قياسية. أعتقد أنت دلوقتي عرفت هو إزاي النادي الأهلي بيحسم بطولة الدوري. عرفنا احمد ازاي النادي الاهلي حسم بطوله الدوري، وكان نفسي السيد عمرو الجنايني يكون موجود في تسليم الدرع بابتسامته اللي كانت مثار كتير من الجدل الموسم اللي فات. هل هي ابتسامه السعيد بالنادي الاهلي ولا ابتسامه الياس امام تحقيق النادي الاهلي لبطوله مهمه؟ بس عايز اقول لك نقطه مهمه، ابتسامه مسؤول برغم الانتماء جاي بيقدم، حتى لو الابتسامه هو رسمها على وجهه. طبعا حقيقي، وزي ما بنقول السيد عمرو الجنايني كان ملتزم ببروتوكول مراسم الاحتفال في الموسم اللي فات. بروتوكول حقيقي. حقيقي.